الفورمولا 1 رياضه فيها برشا اثاره وتشويق، اما فيها برشا ريسك زاده، وتاريخ الفورمولا 1 في برشا ذكريات اليمه وصلت حتى للوفاه. واشهر لي بيلوت اللي غادروا عالمنا في سباقات الفورمولا 1 نحكيوا على ارتون سيناري توفى ديجا في ايمولا، جيل فيلنوف اللي توفى في سبا واللي تسميت عليه من بعد جائزه كندا الكبرى، ثم في 2014 يتوفى جول بيانكي في اليابان. هذاك علاش الاتحاد الدولي للسيارات الافيا قرر اعتماد سياسه الوقايه خير من العلاج. الوقايه يعني السلامه والسيكوريتي، ولهنا الاتحاد الدولي للسيارات قرر انه يطور في مفهوم السيكوريتي باكثر من اليمنت، اهمهم نحكيه على الهيلو. الهيلو هو سبور موجود في اعلى راس السائق، متكون من التيتانيوم والفيبر دو كربون، يوزن 7 كيلوغرامات كهو، اما نجم يستحمل ميزان نتاع كار كامله. الهيلو هذايا انقذ غوانيو جو عام 2022 من اكسيدون مختال في سيفرستون. ثم ديزيكيبمون مهمين برشا بالنسبه لسائقي وسياره الفورمولا 1. سياره الفورمولا 1 متكونه اساسا من ناحيه السلامه بما يسمى الكوكبيت اف 1 سيت، هو المقعد اللي يكون موجود فيه سائق الفورمولا 1. ثم نلقاو السيلول دو سيرفي، عباره على جسم داير بالبيلوت نتاع الفورمولا 1 يحميه من اي صدمات، متكون من ارياف الكربون واللي نجم يقاوم اي نوع واي قوه نتاع صدمه. في صوره انه ثم حريق ثم نظام اطفاء يشتغل بصفه اوتوماتيكيه. اما بالنسبه لسائق الفورمولا 1 فثم ديسبوزيتيف مهم ومهم برشا يلبسوا البيلوت قبل كل كورس، يسمى بالهانس HANS، كي ترجموا حرفيا بالانجليزيه معناها هيد and neck support، واللي هو يحمي رأس ورقبة السائق من أي صدمات محتملة. والهانس هذا مربوط بسنتور مع الكاسك، يعني السائق عبارة لبس ديسبوزيتيف كامل من الأكتاف حتى للرأس. وعلى ذكر السنتور، السنتور متاع سيارة الفورمولا 1 مش كما السيارة العادية، كان احنا نطلع في سيارة عادية ونحط نقطة واحدة تثبيت بالنسبة للسنتور، فإنه سائق الفورمولا 1 يحط سنتور فيها 6 نقاط تثبيت. نجيو للكاسك واللي هي مصنوعة من دي ماتريو كومبوزيت افونسي واللي يصعب تحتيمها أو اختراقها. في 2018 طيحوا في مستوى المنطقة الشفافة بالنسبة للكاسك ب 10 مليمترات، وهذا تفاديا لأي جسم نجم يكون جاي من الأمام في صورة وجود حادث. حتى لو كان السائق يسوق في سرعة 320 كيلومتر في الساعة، فإنه انسيابية الهواء تخليه يسوق بصفة مريحة جدا. يعني بلغة أخرى الكاسك تكون أدابتي للأيروديناميزم تاع السيارة. وبطبيعة الحال كلاسيكيا نحكيو على الكومبينيزون ونحكيو على ليغون اللي يلبسهم السائق قبل كل كورس. الكومبينيزون هذايا مصنوع من مواد معينة اللي تحمي السائق من الهواء القوي وأيضا من نيران في صورة ثم حريق. سيارة الفورمولا 1 مصمم أنه السائق في صورة ما تعرض إلى حادث ينجم يخرج من السيارة في 7 ثواني هكاهو، حالة خاصة وقت اللي تتقلب الكهرباء وقت يحتاج إلى مساعدة. هذاك علاش الفورمولا 1 ما تركزش فقط على الاستراتيجية أو اللياقة البدنية متاع السائق، السكيورتي مهمة برشا، والأحداث الأليمة اللي صارت خلات الاتحاد الدولي للسيارات ياخذ احتياطاته من جميع ما.